اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فاحفظ بفضل أيامه المباركة كل طالب رزق وعلم بعيدا عن أهله. اللهم يسر أمره وسهل دربه وأعنه على حياة الغربة والوحدة والوحشة، ووفقه فيما يريد، وبارك له فيما أعطيته. اللهم وفقه في اختباراته، وسهل عليه كل صعب، وذكره إذا نسى، واكتب له الخير أينما حل، وألهمه الصبر حتى يرجع إلى وطنه، وقر عين أهله به سالما غانما معافا بفضلك يا أكرم الأكرمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.